الوحش والما حيبا لا هو طمع ولا المادة. هذا قلتي وثما عزوز أقلق نور البرغول والنا ستي العزيز هذا قلتي وثما عزوز أقلق نور البرغول والنا لحظة فاتي في حاملنا سبقوا لنا نشلها كن هذا قلتي وثما عزوز سيبتي العزيز الله يوم ما ضليت هرت الله عملك لي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا حلا الله سيبتي العزيز سيبتي العزيز يوم ما هيش ترى جيشي ولدها إيه سي كلمتوها وقريب يوصل جايب ربي لقينا بطاقة تعريف مديحة ونمر ولدها في السارك وهي اش قاعدة تعمل توا هكا متمكنة بحياة مدي ربي جيب أقضي كل شي تسخينا البون مديحة جليلة جيشي ساعد الشيفون شكون جليلة أنا أنا جيتك يا زهرة ربي يوصل أنا يس يس يا ديك روك يا ديك مش عجيب تخبص سامحني يلا ها زهر هاني جاي ليش تحبه بني عزيزي وما تنسيش عنا مظاهرة غدوة تهنى تهنى هاني بديت نسخن من تو أنا ركز انت مع كتابك هاو ولا نقول لك كيفاش يزي من القراية ليلة عندي ما أهم بيانسير في شهر العسل ثم برشا حاجات ما أهم عزيزتي مالاش قولك عزيزي تغمض عينيك وتخمم معايا في شعار للمظاهرة متاع غدوة ها؟ تعرف يا طيمة التو حاير في خلي كيف السكت قد ما عملت فيه شيء خايف يمي اللي يطلع مخبي لي حاجة هيك ما عندك مناش تخاف وما عنده ما يخبي لك مني أنا شديته ووضحت له الأمور الكل فهمته قلت له اسمع المشروع راهو مشروع المنجي وانت تخدم معاه بصحة لبدير ايوه سوري انت وانا نقول ما تقول شيء نحوجي صباح الخير اختي نهارك زين يا عزوز صباح الخير يا عرفي صباح الخير يا سي عزوز شنو انت تو تحت من فرشه اسمع نقول لك حاجه رو مش على خاطر ان لحد جيم مخر على بالك اللي عندك تو نص ساعه رتور ولا باهي سامحني سير منجي ما عادش نعرف صنعتي ماهي اني سامحتك احمد ربي اللي جيتني في نهار زاهي اسمع نقول لك رد بالك تعودها راهو ما كان صر الشر راني كي نفرح بيك ما تلوم كان روحك هاني نقول لك هاي ليلي افطر فطورك وامشي شد البيرو تعرف يا فطيمة ولدك هذايا شهي نهار نقف قدامه ونشرع ايدي ونهبط عليه بمجلغه لا تقرا لا تكتب فماش ما يفيق من المنامه نتاعو هو يا عزوز وصلنا للضرب افطر افطر كما تفهمنا امشي له بهوي باهي فطيمه باهي اطلع ناخذ خاطرك قهوه جدور قهوه جدور هات لي فطيره اه يا يا طفل خميس الا كملتيش لما الفرشيت هاي يا يما انا جاي أورك ياما في البن تعرف ياما باللي جيتي انت رجعت فيا الروح الحمد لله على مين صح العجابة سلم علم يعطيك الصحة لا صحة ولا جاب الله ان شاء الله عجابة العرس يعطيك الصحة خيرتي لاباس ماهو لا لا وليدي والله لاباس طرف النوم لقى روحي نضعك زعما منين تتمنى جبل بالسعادة يا أم واش وش الضحكة ذا الكل نحكونا معاكم هاتا وش كريزي تا بابا كريزي
كنت راح تضحك. خليني نغوش الباب يا باشا. ما ندريش يا حميسه، لازم نمسكت العزيزه. يا بنتي ما تخافيش، ما عنده ما يطير. طرف مارينا كاملك كابتن عظم، غرف السكر حطي له راسه في الفرن. والله اللي عيب عليكم يا عم. لا 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 مش عيب، عيب كل عيب. بنتي كنا الجو في الدار هكاك برا، قول له برا نحفله وشوي فكاه. هذه فكاه هذه مساكه فيك. انا وش اللي رايك اطفال مش يضحك يا بنت؟ مش يضحك كراكوز. خاطر فاهم ولدي، لقيت مندادي في الدار، قلت اكو داني الشلف في زرو البابا كدخلاني من تضحك شوي. الشلف يا يما من لك الشيخ تضحك. والله قعدت جمعتين وانا نضحك يا ولدي، حتى من الفرنيات جيبت لنا في الفاصل يموتوا بالضحك. هلا ويش نتفكر عندي كيتو الهال قيلة عادي بابايك ويك وقولك يا العجل برق وتسحب الدنيا وتطلع مخلع ورقد صرت اللي من الغدو نلقى الفرمليات الكل واقفين. يا مخيد انك مش البرق العش عليك، هذاك باي العش عليك بعجلة امبارح. هو اللي سحرني سحرني وكتاني. غدي غدي يا للا صحة يا حنوتي من التليفون انت على البارح وانت طايرة في السماء. هذا قاع سان بلامي يا اختي، لو كانت جات حاجة واحدة أخرى مش راح يصير؟ مش عنده يصير يا للا، ما يصير حتى شيء. ما تبداش ترمي في المعنى، سمعت؟ ملا والله لا فما حتى شيء. وبخيتو هذه معرفة جمعة من زمان، اش باش يصير؟ بون سي فغي، هي صح معرفة نتاع سمانة برك، ما جيب لي ربي سمانة نتاعك توحم على عامة. ما طول عمره، شكون قال لك هو؟ والله هو شفته. الو عسلامة حجلة، شبيها خرجت تزرب، شكون كلمها؟ سليم تاتا. سليم هذيك نتاع المقارونة بالفريد ميرا. هذيك هو، علاش كاين واحد اخر؟ وين كان غاتر؟ كان مسافر ورجع. كان ليها سلامته. قولي حجلة، عنده 48 سنة يا تاتا، وعنده شركة، وكان مزوج ومطلق وعنده زوج بنات. ها تحبي تعرفي حاجة واحدة أخرى؟ وشكون قال لك أنا باش نسألك على هذا؟ واش كنتي حابة تسقسيني مالا؟ كنت باش نقول لك واش دبرت ولفتو. صدقتك. حليمة 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 هاي الفوق. أهلا 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 بالعرايس أهلا. أش إيه الأمور؟ مريقلة. يظهروا فيكم هابطين عاد لسيدي بوسعيد تويكا تعملوا دولاش على حرف البحر. لا حاجين نعملوا في مظاهرة. مظاهرة؟ مظاهرة بتاع شنو؟ الجمعية عاملين مظاهرة في لافيني، إحياء رمزي لمقتل القائدة العظيمة الكاهنة البربرية. كاهنة؟ كاهنة جوجو فبيان كاهنة الله يرحمها وينعمها، كانت مرأة عظيمة. ما ميضركمش اللي ماهوش وقته. اش تقصد سي عزوز؟ تحب تقولي لي احنا في شهر عسل عشبي؟ لا قصدي مش وقته، معناتها استناهم حتى لين يطلع النار، مازال بكري تو، ولا ربما تو انا بيدي نهبط معاكم. تسمع سي الهاشمي؟ اي نسمع نسمع ومقتنع، والدليل اللي هبط معاك وعيني مغمضه. نقول لك حاجه عزيزتي، لو كان ثم مظاهره اخرى على بناظير بوتو ولا على عزيز عثمان انا معاك. نخليوك سي عزوز، نهارك زين. أي برا برا، ربي معاك والله يرحمها وينعمها الكاهنة. عيش بترحم سي عزوز. الهاشمي. الكاهنة الكاهنة حية ما تموتش، الكاهنة الكاهنة حية ما تموتش، الكاهنة. صباح الخير سي زيتوني. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم.
نهاركم زين سيدي. قولوا لي يا اخي بيتين هوني انتما. لا لا بكرنا لك حاجتنا بيت في امر الجلال. بكرتولي. تفضل سيدي هاني نسمع فيكم. شوف يا سيد شلي زويتني. ماذا بينا انا هكا مترش معنا باش ناخذ من وقتك معناها نصيف نهار نصيف ساعه معناها انا ما نحكيو. باهي سيدي مادام بكرتولي. تفضل وين؟ ادخل ادخل. تفضل. باخي باس. اهلا 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 بشاعر الغلبه. نهارك زين. اجا هوني اجا. كنت تعمل فوق؟ بصراحة بوس عيني ضبط وطحلي لهوة حبيت نصب على حليمة فماش ما تحسن رؤية. أوه وتحسنتش الرؤية؟ شنو تحسنت كالسقة وليت نشوف النمالة في الليل البهيم. شنو البهيم؟ والله العظيم ما نعرفش منين جاك الشعر انت. اسمعي برا 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 شفت خدمتك ورزو نورزو شوية ورزو المرأة ما زالت ما طلقتش. راهي بالك راهي بالك بوس أيوا سيدي. اش عملنا سي زيتوني؟ اش عملنا فيش؟ شو تقول لي فيش؟ شنو فيش؟ في مش قلت لي حكينا فيها البارح؟ تتكلم يا زبولي. اي اي سامحوني انا ماذا بيا ابن رشيق سامحني نحب نعمل تدخل رشيق معناها باش نوضحوا الامور. باهي سيدي هاني نسمع فيك. ايوا اولا وبالذات ماذا بيا معناها نقدم روحي. ثانيا وبالذات لا 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 عايشك لا تقدم ولا تؤخر. نعرفك يا سيبو علي. هيا ادخل طول في صلب الموضوع. وهو كذلك. هاي سيدي حسب ملابسة القضية وحسب من الوثائق اللي مدهم لسي حامد الكوزغلي موكلي تبين بالكشف أن الكمية المحجوزة لديكم من مادة القنب الهندي المتعارف عليها بالزطلة تجاوزت يا ودي أنا زطلة وأنا قنب هندي. زطلة شنو شنو قال زطلة يا ودي سمحني دخلت قضية في قضية. انت فهمني شنو مشكلتك بالضبط تحديدا؟ وعلى ابويا وهو على ابويا وعلى قتله. يا ودي افهمني افهمني نحب نرجع لوظيفتي اللي اقالني منها سيزيتوني اقاله تعسفيه. نعم 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 بابا اقاله تعسفيه. موكلك هذا يا سيد هذا يخدم نهارين دخلها بعضها خاصو انا باش يقوم لي النهار. عفوا عفوا يا سي عزوز راهو انا توي كنت نفهم نظن راهو من صلاحياته كنائب مدير باش يقوم شمرين باش يقوم لك نهار. شنو؟ وشكون سماه نائب مدير؟ ولا عرفت علاش ما سماه يا اخي انت شكون سماك نائب مدير؟ انا هيا تروحي نائب مدير. بالله هكا تقول بس عليك تقوم تعير روح نائب مدير في البلاد هذيا ما يجيش يا ولدي ثم قانون ثم اجراءات يعيش ولدي. وال امي هذا جايبه باش يمنعني ولا باش يورطني؟ سامحني وين كنا وين كنا؟ كنا في الإجراءات محلولة. أغزل لي اليوم إن شاء الله نكملوها الإجراءات وغدوة إن شاء الله على الصباح بكري نمشيو لاسيرونس اسمعني بالقدام وبإذن الله في غضون الشهر يعطيوك معناها فلوسك بتاع التعويض. سمح ستاه ربي هي معناها الأضرار المادية على مستوى السيارة عندك ما أنت قلت لي معناها الباراشوك الوسطاني وعندك معناها اثنار باب نار يذبع البراني دخل فيه من تالي أنت ولا هذيك هي الحكاية كلها هذيك الأضرار. ستاه نلقاش عندك كونستان؟ كونستان بتاع شنو أخويا؟ على خاطر بقدرة الله إن شاء الله وإحنا مروحين باش ندزوا في أول سيارة تعرضني باش نكسروا الباراشوك بتاع وشو ولا قانونا عندك الحق وثم إمكانية كبيرة تمنع من النفقة. أخصمك أجيلك لا أهلا أهلا وجوه الراحة تفضل حبيبي اللي أنا بهواه. وش بيك يا يما؟ قرسين مش لي قرسين قلقين. يبري حلي بتلسة فردي شوي ما دمش الفهم خوي. وانت أكيد قدي في روحك وين ماشي؟ خير جنة مولا بيتي تنتغدوا البرة هنا قدام الباب تحت زيتونة. أما زيتونة في لستوران ونقعد نتغدى وحدي. وليش تتغدي وحدك؟ هذا وجه الفهم خويا تغدي انت وياه برا. وين البر؟ في لستوران. جاه ربي اختني يا مخيتي نارا وما عنديش أطالة تفدليك متاعك. لا 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 مبلحق يا خميسة مش نفدلي ولا ما تنزينيش ناو فهم خي نفطر حتى نحن البرا معاك في لستوران واش نقعد هنا نبوم وحدنا في الدار ونفطر لداخل وثاني بالثاني مش قلتي عندي تويمان
لا لا وقيلة ياما خمسة تخلاص بجاه ربي يقولي لها يا ياما واش مدخل التوامة في الفطور البر الاعتناء مكبر ليا انت هي الخمستي كما قال فيها بخوك خميسة واشي افهم يا طفلة مادام مازالت الدنيا ضاوية ونهار عالجاي كان تحليل صيي تو كي تخرجي انت مع طفل جبار البر ونقعد هنا بمنت انت والي تعرفيش كيفاش يا ياما بر تمدي على البنك حتى لنجيك النار وكما جيش وبرا ما جاكش هاكي مرتاحة رتحي فخر ربي يا حليلي هاي هاكا نتفهموا نمشي ملانات تو نتفرج على قطوس ترما ولو انه هاو تيتم وتو ما شفتش فيك تطيس حسونة اي عايش ولدي سكر التلفزة هاد اي برا شد بيتك واقرا قصة خير لك اي باهي ماما عايش ولدي تلا تلا هيا حنونة نوضي وجدت لك واحد الماسك يحبس المخ خلط لك هكا شوية عسل وياغورت وبيض نتاع العظمة حطيهم في وجهك استنى 20 دقيقة وغسليه جربيه ورجعي لي الخبر تخرجي اليوم لازم عروسة حط حط غادي ومنين جبت هالغسيت هذيا يلا هل تطلعش يا عادة كيما غسيت البطاطا فلايو لا لا يا حنونتي جبتها من الانترنت وجربتها ما تخافيش بون نحبك دوك يا حياه تحكي لي كلش ما تهربيش هكا منو منا احكي لي واش قال لك في التليفون توحشك ما توحشكش جاب لك كادو ما جابلكش ما نعرفش شويه بشويه ما تيش بيك الحكايه كلها صدعاني باش نخرج نتعشي وكهوا هذا مكان و اذا ما كان باش تحبوا يكون انت يا حنونتي انا حب تكون غير حاجه مليحه ما نعرفش انايا تخرجوا تاكلوا غير المقارون خطبه مثلا خطبه جمله مالا كيفاش يديك هكا رايح جاي تتعشى وتحكيوا على رونالدو ومن بعد تجي تضربها بالنوم ترقد وتستناويا من عاش العشاء الجاي هكا ليلي الحق الحق هو ما حكي لي شيء اما اكل لي لمح لمح بوها عليك بوي حياتي خي ما فهمتيش واحد كي لمح معناها سيء امورك فرات يا 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 اسكت اسكت فضحني وانت على حس تقسم الباهي سلعه تراديسيونيل ليكس دي ليكس فيري جود بورتو بيلو شان ميكسي عايش كنتفرجوا برا سلامة مغلل سي حدا يريكي باللغات الكل وما تفرجوا برا صار الجم طيب هاي هاي جيت القاورية الأخرى مرحبا للا ها لاباس في خير ونعمة هاي ولك يا خويتي مالا مصنعة وقادة واش خارجة بلا بلا واش تعرفش كيفاش سكر عليك الحانوت يزك مخدم نخرج وندنوا لها فطور فانتازي كما نعرفنا ناويك راس راس انا وانت انا وانت وبس اي والله فكره اي تقعد الله لينا مين انا يا اخي ما تقدرش نهز 20 زعما بيه 20 يعجبك شي ثانيه واش ناخذوا بها خبز نحسوه بكازوستين على عتبه ونروحوا وبدي هز معاك 50 ولا 60 خلاص على ما ياتي 50 ولا 60 هلا ما لواش تونس راهي بالاسم لمكتي من داخل من داخل من داخل سويسرا خلاص بارفي سا سي دو لا بينتور هاي كمان شو السخطه ذي يا ست تشكيل يجي اتفرج هذا انا هذا شكون لا انا مغلب اش بيك اش بيك كيما هكا شو اش بيك كيما هكا خشمك هذاك بيان سور خشمك الفن سي الفهم مش نقل دقيق ومثالي للاشياء صحيح نجم يظهر لك البورتري ما يشبهلكش من وجهه نظر حقيقيه اما يشبهلك في عمقه عمقه عمقك ايش بالعظام يعني في دم هاتك 200 دينار خلينا نمشي نشوف غداء على روحي يشبع عمقه دي قبرك كوكو كوديسيمو كوكو كوديسيمو يا موراتو ايكولو لا انا مغالي تو هذا عقينا هاو خيب خلاص عقينا حليمة يا عايش بنتي هاني طالعة للدار هناك القديمة كان جاك اليوم كلمني الله يبارك ساسوس
لا لا سي الهاشمي، شنو اخويا وفات المظاهرة؟ مش كان المظاهرة وفات، وفات كل شيء، العشرة والتنازلات ومعين بسيسو والنساء الديمقراطيون، كل. علاش ثم لاباس؟ شنو نقول لك حاجة سيدي؟ راهو الالتزام إذا فات حده يولي تطرف. عندك الحق، عندك الحق. أنا عندي واحد صاحبي اسمه جلكة، قلت له في وجهه. قلت له يلزمك ساعة ساعة تحمر عينيك وتقول ستوب. هذه يلزم ستوب، هذه شوف فيروج وبوليس ودودان وشوف وشوف. باهي يا الهاشمي باهي. اهلا 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 بمدام مناعي ني بن شهيدة. صبا صبا با اها ما تقوليش هدوا عليكم البوليسية. لا سي عزوز، الحاكم خطيه المرة هذه، سي هاجمي راجلي هو اللي هد المظاهرة. فات من هنا هو قال لي هيا جعت. ايش كان عليه مدام؟ مدام المظاهرة وفات ينجم واحد يجوع. صحيح المظاهرة وفات، اما ما زالت الزنازة. ها فما شكون مات؟ لا ما مات حد، اما هذه الزنازه الرمزيه للكهنه. قال لك ما نمشيش. جيش البالك قال لي شتيت كفتاجي تو هكا نسبقوا كروشنا على مبادئنا. خلينا نمشي هكا وحتى انا زاده نبجل كرشي على المبادئ نتاعي. جات حاجي فهمتني نقص شويه راك كثرت عليه. حاضر الله يبارك. السلام. سلام. اختي حضرت الفطورة؟ عدك بيه. اسمع سير منجي هذا غرام كبير هذا. واللي تخدم حتى في الكوجينة. هيا قوم قوم. قوم الراجل المصباح يستنى فيك اللوطة. محشو خلي يستنى غير ما تشوف فيه ليه. فاش ليه؟ تلفزي؟ عندك سمان بلوكي؟ ليه في مستقبلي. تعرف يا سي عزوز انا قررت باش ندخل بقوة. فاش باش ندخل بقوة؟ كانش في حيط. عندك حق، جايتك الاصلاحات الكبرى تو تفهم يا سي عزوز. كنتك الاصلاحات الكبرى. الحكومة وبالتوافقات ما عملتهاش الاصلاحات الكبرى. خلي انت روحك ماكش متفق معاها. الصبر طيب يا سي عزوز. الصوفي دباب رزانة. وين قلت لي السيد استنى فيها؟ يستنى فيك اللوطه في القهوه وماهوش وحده راهو معاه الافوكا نتاعو. لا محسوب خايف منه انا، راني ماشي له باش نفضى معاه فرد مره. مش هكا متفاهمين يا مي؟ ايه برا برا. صاحبك الرجل. اختي على شنو متفاهمين؟ هدره بيني وبينو عزوز قل لي ما نجيبش تبدل. في شنو تبدل اختي في شنو؟ اسمع ونبه عليك اختي، راك قاعده تنفخ فيه بالفارغ. ولدك قاعد يخرب فيها كل يوم. بالله ولدي يخرب فيها كل يوم ونفخ فيه بالفارغ؟ مالكش انت ينفختك بالفارغ مش ضيعت حياتك. ميلا عجبتك روحك؟ لا خدمه لا قدمه لا صنعه لا صنيع لا دار لا دوار لا مراه لا وليد، اش تحب نفرض لك اخر؟ اختي صار هذه الفكره اللي ما خفت عليها انت. بارك الله فيك وسامحني. محناني محناني وانا واقف تحت حيط نقبل في العزام تاع مراه مت عندها قداش من قرن. مش تقصد بكلامك سي الهاشمي؟ نقصد اللي سمعته. انا هاني في دار امي وانت برا اغرم زمانك انت والمبادئ نتاعك. معناها تحب تقول اللي بيناتنا وفاه؟ اي وفايا مدام بن شهيدة اكس مناعي. ابو اياه برت لي على قلبي يا بي. وهو الدخان يا سي الهاشمي. سامحني يا مدام، قول الدخان مش باهي للانوثه نتاع المراه ومش باهي للذكوره نتاع الراجل. هاي تفضل شباب. شبيه بسكته عادي يتنفسوا القاعده من قصه كامحه وباكيت وتلحق بالضغط. انا خايف لا يرجع يخدم بالله العلي العظيم لما يرجع فينا القديم والجديد. ايش عنده ما يرجع؟ ما كنتش تسمع في منجك في شكاري ستاكلو؟ شو هذا يا شهاب داك البيت وهوني؟ ايش قال لك؟ ما تفهمش انت ما تفهمش. شكون قال لك اللي انا نحب نسترجع اموالي؟ فعلا فعلا يا سي ناجي راهو موكل ما يحب يسترجع اموالي، يحب يسترجع كرامته ويسترجع مكانته كنائب مدير.
وينك؟ ليه بوديه؟ اسمع قول لي كويس كده. يبطى في الهبطة. أنا عطيتك المقترحات متاعي، خمم فيهم، كان خلطت الحاجة جيني البير وقول لي وضعها. منظر. نعم. خير بجماعة على حسابي. الله يبارك حالك. من كعب يا صاحبي. اسمعني سيد هذا ينظن كتاب صحن برشا. تحب نصيحة؟ خذ فلوسك ووكّف المسلمين شر القتال. أرادوها حربا فلتكن الحرب. القتال إلى نهاية. قتال ماذا أيها الأبلة؟ كم عدد مشاتهم؟ إيش بيك يا صاحبي؟ إيش بيك؟ يا أخي مش هفتح قلعة لندن، مش هفتح لندن. يا ولدي خذ نصيحة من أبو علي. خذ فلوسك وسيب عليك. سينو قانونيا راك ما تمشي تربح حتى شيء. إنه والله ما فهمتك. شو؟ أخي أنت معانا ولا معاهم؟ جبتك باش تعاوني ولا جاي تكور ضدي؟ تكور تكور ذكرتني ذكرتني نهار طلع الشيطان عندي تكوير عندي تكويره ونسيتها بالرغم عندي معناها لقى مكر وسيء اما باش نكور ان شاء الله باذن الله. هيا خاطرك يعطيك الصحة ما فيش ما لا فطور ولا لا استراني ريم يا بنت ريم ما تحركيش خلاص شنو يدفن؟ أجيت أقوى من مخك سير حلزون ما تونا مفكرة كيل ياما مش مخرج لها العمق متاعها من فمها اسمعني البلد ها ياما نسيت العزيزة